يعطيك العافية. الله يعافيك. بمناسبة اقتراب عيد ميلادها، ثلاث إطلالات رائعة للملكة رانيا العبدالله وفيديو نادر جدا من طفولة ابنتيها. تستعد حسناء الأردن الملكة رانيا العبدالله للاحتفال بعيد ميلادها 52 الأسبوع المقبل، وبهذه المناسبة نشر الديوان الملكي الأردني ثلاث صور رسمية للملكة في ثلاث إطلالات رائعة. الملكة رانيا التي لا تخفي حبها للموضة تعرف تماما كيفية انتقاء ملابسها بالتوفيق بين الملابس التقليدية التي تعكس جذورها الشرقية والملابس الغربية الأنيقة، وتم التقاء الصور يوم 23 من آب الماضي في عمان، فيما لا ينسى الملك عبدالله معايدة قرينته عبر منصات السوشيال ميديا في كل عيد ميلاد، إلا أنه لا علم لأحد بما يهديها في هذه المناسبة. وكانت قد احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين إيمان وسلمى، وذلك من خلال حسابها الرسمي في انستغرام، حيث نشرت مقطع فيديو نادر لأول مرة يحمل مشاهد من طفولتيهما على أنغام أغنية نانسي عجرم الشهيرة يا بنات يا بنات، وعلقت على الفيديو قائلة: كل عام وأحن بنتين بألف خير، الله يحمي لي إياكم. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات. وولدت رانيا فيصل صدق الياسين في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني في 31 من آب عام 1970، ودرست في المدرسة البريطانية هناك، ثم انتقلت إلى القاهرة للدراسة بالجامعة الأمريكية، وحصلت على شهادة إدارة أعمال ومعلومات، وتزوجت من الملك عبد الله الثاني بن الحسين قبل اعتلائه العرش في حفل زفاف أسطوري، وكان الحفل عيدا وفرحة لكل الأردنيين، إذ تجول العروسان في موكب ملكي بديع في شوارع العاصمة عمان عبر سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب. ولدى الملكة رانيا 4 أبناء، هم الأمير الحسين ولي العهد ويبلغ من العمر 28 عاما، والأميرة إيمان ذات 25 عاما، والأميرة سلمى 22 عاما، وأخيرا الأمير هاشم الذي يبلغ من العمر 18 عاما. اللي ما خلفش بنات مشفعش من الحنية.